طلع كلام كتير جدا اللي انت اتخانقت مع حسين الشحات في وقت ما، ده حصل خالص خالص. هو كان في شده بس ما كانتش مع حسين، الناس كلها فسرت مع حسين، كان مع محمد هاني. بس كان عادي يعني، كان ممكن نرفزت ملعب بينا وبين بعضينا، ده وارد. وانت طبعا يا كابتن لعيب كوره وفاهم الكلام ده بالظبط، ان انت طبيعي حتى لو انت محترم ما بتعملش مشاكل، فانت بيجي عليك وقت بتنفعل فيه كده غصب عنك. بس الشطاره اللي انت يعني تبقى عارف غلطك وما تعملوش تاني. اتغرمت؟ اي لعيب في النادي الاهلي عندنا بيعمل مشكله او بيعمل حاجه خارج النص اكيد بيتعاقب. علاقتك لسه ما زالت بمدرب الزمالك كارتيرون؟ يعني بشوفه، لما شفته الماتش الاخير سلمت عليه وحضنته وساعات براسله. قلت له ايه؟ سلمت عليه عادي، وهو كان متضايق شويه لان احنا كنا 3-0 بينوشتين، لما سلمت عليه كان بينوشتين، فكان شريف عملت حاجه كده ندمان عليها؟ اي قرار اخدته ندمان عليه في حياتك؟ لا مفيش حاجه اخدتها ندمان عليها، دايما ربنا بيختار الصالح، فما اعتقدش ان في حاجه ندمان عليها لحد وقت هذا. مفيش حاجه ندمان عليها. وانت لو جالك عرض في اوروبا تحب انه دوري في اوروبا؟ بحب ريال مدريد في اسبانيا. دوري انجليزي طبعا، دوري قوي طبعا، دوري جامد يعني. بس انا بحب، انت بتكلمني عن الدوري اقوى ولا بتتكلمني عن ايه؟ لا انت اللي انت تلعب فيه. انا بحب اسبانيا، بحب الدوري الاسباني، بحب ريال مدريد عامه يعني. ان شاء الله لو الدوري ما فيهوش ولا نجم بحب ريال مدريد. ومين مثلك الاعلى قلت لي عالميا؟ كريستيانو. ومحليا؟ محمد شريف. محليا في كابتن عماد متعب. شريف، مين تعتذر له على الهوا دلوقتي؟ حسيت ان انت قصرت معاه. اعتذر له على الهوا؟ ما اعتقدش ان انا قصرت في حق حد. مفيش حاجه.